صباح الخير. يوم واحد بيفصلنا عن الاحتفال بعيد الجيش اللبناني والأنظار موجهة لجبهة راس بعلبك والقاع، فالكلام عن اقتراب ساعة الصفر للمعركة المنتظرة لاقتلاع إرهابي داعش وضع اللبنانيين بحالة من الترقب والحذر والوحدة مع أبطال المؤسسة العسكرية. فالجيش اللبناني هو صمام الأمان الوحيد للبنانيين، الأمر لي شعار تكلل بالشرف التضحية والوفاء، ومع أبطال الجيش بتخفق القلوب وبترتفع الصلوات. من الجرود المتأهبة بانتظار العد العكسي لانطلاق معركة تحرير القاع وراس بعلبك إلى المواطن الناطر من سنوات انتهاء العد العكسي لا تأنين الكهرباء والمي. وإذا كان الأمن هو من أولويات البقاعيين مع تداخل الخوف من العمليات الإرهابية بالسلاح المتفلت، إلا أنه هالمنطقة الغنية بالينابيع عم بتعاني من الجفاف وانقطاع المياه. ورغم الوعود المزمنة فالحرمان شبح مخيم من سنوات. تقرير لزميلي رولا أمين الدين، منتابعه سوا. مثل نحن هلأ معمرين على العالي، إلنا 24 سنة مش شايفين الماي، منعبي بالجالونات والله مية الشرب، ومن زمان مش من هلا، وبلدنا لبنان غني بالماي. الله يظلمون، الله يظلمون. بيدروا على المسابح بايام الصيف والعالم بتموت من العطش. صدق أو لا تصدق، هيدي منا قصص خيالية بل هي خبريات واقعية عن سكان ضيع انحرموا من المياه لسنوات عديدة دون أي زيارة خجولة للمياه ولو حتى مرة بالسنة. فبالبقاع وببلد المياه سكان هالمنطقة عم بيعانوا من انقطاع المي بشكل مستمر رغم الشبكات والإمدادات الجديدة اللي وضعت، ولكن مع وقف التنفيذ تجي المي بالأسبوع شي نص ساعة ساعة، مرات تنقطع، في مره انقطع شهرين، يعني صار لها يومين ثلاثة جاي الماي بس، يعني بنشوفها يومين ثلاثة وبس. قاعة بتحمم بيقطع الماي، مرات كني صابون يعني. ما فيك كل يوم تتحممي. ايه بتصير تقلب كل ثلاث ايام كل يومين. بيت بالزلة بتصير تخففي ماي، سطف ما بتصطفي كل يوم، بتصير كل ثلاث ايام لحتى تصطفي بتخففي ماي. الماي ملوثة ومي فيها ريحة مطعمة. ايه شيء طبيعي، اذا صار جمعه مقطوعه يعني الكل سلب المواسير بده يمشي معها، بده تيجي معه. طعم الميه مغير والموضوع ده يحير، حتى الشمعه بتاعت الفلتر كل يوم تتغير، ودي حاجه بتتكرر وانا من يومها مقرر هنزل اجيب 30 كرتونه ميه وحجم صغير. سعد نايل، تعلبية وغير من البلدات البقعية، منازل عم تستفيد من المياه أيام قليلة بالأسبوع ومنازل أخرى محرومة من سنوات من شفة المي. مثلا في عنا عالم أنا لشي 25 سنة عليها مي وما عندها اشتراك بالأصل، ما عندها جزر إرمية يعني. نحن عنا شقة للأجار بمنطقة درزنون، صلنا 3 سنين عم ندفع فواتير مي بس ما في مي، نحن تبعين لمياه شمسين، صرنا جايين على الشركة 20 مرة وما نطلفن لفلان ونطلفن لهيدا ونطلفن لهيدا بس ما في نتيجة أبدا. يعني بتشتري ماي وعندك ماي للشركة تدفعي عليها وما بتجي الماي. حتى الشاي مش هشربه، بق المية بقيت أحسبه، وبلاش مية بالحنفية، وبلاش مية بالحنفية، وكفى فينا يجربوا. رغم تحسن وضع الكهرباء بالبقاع الغربي نتيجة استفادة بعض البلدات من كهرباء زحلة 24 على 24، إلا أن وضع المياه حدث ولا حرج، وهالوضع المزري ما بيوقف عند وضع الكهرباء والمي، فللناس هموم كتيرة وشكاوي لا تعد ولا تحصى. مصلحتي أول مرة، أنا إلي 38 سنة بالمصلحة، امبارح بفاجئني، نحن بننزل كل خميس، أول امبارح بيقول لي كل قطعة زيادة علي 5 دولارات، هاي بحياتي نحن بحياتي مصايرة. يعني مضطر انت تشتغلي شغل تايم وثلاثة واربعة لحتى تقدري تعيش. وشغل ما فيش، الوضع الأمني شي تعتير، طرقة ما فيش شيء، ما فيش شيء ماشي يعني الوضع بالمرة.
حرام هذا يشتري سيارها 2000 دولار ها، لانه الطرقات مش منيحه. وهلا لو عندنا سياحه نحن كان بيمشي الحال، بس ما فيش سياح. بتعرف ليش عم بشرب عيران؟ لانه ارخص من المي عن جد، لانه قليلة المي حق 1000، مي حق 1000، وهيدي فيها حليب وفيها ناس عم تشتغل وفيها ايدين عامله، بقى المي ما فيها شيء وحق 1000. لا طلوا ولا اتصلوا ولا من يحزنون، لا اهتموا ولا سألوا ولا من يحزنون، ولا من يحزنون ولا من يفرحون، ولا من يقفلون ولا من يفتحون، ولا من يسمع الأغنية ولا من يفهمون. من أجواء المي والكهرباء والمشاكل اليومية إلى أجواء المهرجانات ومهرجانات بيت الدين يلي استضافت أمسية كان عنوانها الرومانسية مع الفنان قادم الساهر. ساعتين من الزمن أغاني مجبولة بقصائد الشاعر نزار إباني برفقة 32 عازف قدروا يحولوا قصر بيت الدين إلى أمسية اتوجت بالفرح والحب. محطة سنوية أعلن فيها الفنان قادم الساهر أنه بيت الدين هو أهم مسرح غنى فيه بحياته، وتفاصيل هالأمسية بهالتقرير. وصل القيصر إلى ساحة القصر وجلس على عرش الرومانسية بليل حارة المشاعر، فحنجرة الساهر غنت من كتاب الحب إلى شعوب الأوطان العربية. أنا عراقي وشفت العراق، المعاناة العراق ومعاناة الشعب العراقي والدمار اللي شفناه سنوات هذه الطويلة، ولكن يبدأ الإنسان المبدع لازم أن يكمل مشواره، أن يظل في كل المجالات الأخرى، يعني أنه ما لازم نتوقف أبداً، لازم كل مجال عمله أن يبدع وأن يعطي لوطنه ويعطي لجمهوره ويعطي العالم كله، لأن احنا دائماً شعارنا المحبة والسلام، ولما تكون المحبة والسلام إذن لازم يكون هناك وعي، لازم يكون هناك ثقافة، لازم هناك يكون إيمان بما نحمله من مواهب من مبادئنا الحلوة. صباحكم خير ومحبة، صباحكم رضا، ولأني أحبكم أغني. فتح بوابات القصر إلى عشاق قادم الساهر فوصلوا بالألف. هو المغني المبدع، الشعر الحلو، الصوت الحلو، الأخلاق الحلوة، وبعدين في أشخاص وقت اللي بيغنوا روحهم بتطلع بوجههم. هو هيك كاظم رومانسي، شكل حلو، صوت، أداء، وقفة على المسرح حلوة، يعني كله على بعضه حلو. يمكن صوته وأحساسه قد هو بيوصل للعالم بسرعة، يمكن هيدا هو سره. فن راقي ورائع، وقصائد نزار أباني والصوت الحلو، ليش حتى ما يجي الواحد؟ وأنا جاي من هياكل بعلبك لأحضر قازم ببيت الدين. سين لا تتنهد لكاظم، نحن كثير من معجبينه وكل سنه بنجي بنحضره، نحن عايشين بافريا وكل سنه بنأكد نحجز من نحن وبافريا نجي نحضر مهرجانات بيت الدين. لبسه غنيت كاظم بنحبه كثير، جاي من لندن كرماله. انا مستقيل اكيد اغنيه كثير بحبها وجاي من افريقيا عشان احضر كاظم، وبحس باخذ حقي كمره باغاني كاظم. يا لطن يا لطن
وصل صدى صوت الحب والسلام وعذوبة الألحان إلى بغداد، دمشق، القدس وكل عواصم العالم العربي يلي عم تتألم من ويلات الحروب. كل مهرجان لازم يغني لبغداد الحبيبة، اشتقنا لك هواية بغداد، ترابك كلش غالي. كثير مبسوطين انه هلا ببيت الدين صار قريب ممكن نيجي نحضره، لانه لبسوريا ما عم بيجي. تركين الحروب على جنب وقت اللي بيكون في حفلات وسهرات. معلش الجبهات بدنا ننساهم، الله بحبنا. يعني شعب عم بيكافح لحتى يضل حي ويضل عم بيشوف الاشياء الحلوه ويبرز الاشياء الحلوه. هيدي المساحات بعدها عم تخلق امل، بعدها عم تخلق مستقبل لأولادنا أنه ينبسطوا ويفرحوا. ما لازم واحد يتعود على الغلط، بس كمان ضل بتطلع للأحسن إن شاء الله. يعني هيدا من أهم السياحة بلبنان، وقاسم من أهم الفنانين، يعني صراحة حلم نجي نحضره كل سنة. يا قمر يطلع كل مساء مسرح بيت الدين جذب كبار الفنانين، وبعد الساحة مفتوحة إلى مختلف الفنون الراقية. تعرف الأستاذ خازم لحاله بيعبي الساحة والقصر والمدرجات، وشفت الطلقات ببيت الدين، كل بيت الدين بتصفي جمهور الأستاذ خازم. أما العمل الثاني اللي أحب إذا بتسمح نضوي عليه، ونحن عم نتحضر لعمل ضخم من إنتاج لبناني من خلاله بنحب نشجع الشباب اللبناني، هو اسمه السيرك السياسي. السيرك السياسي هو عمل عرض غنائي بيشارك فيه 70 فنان من مغنيين وراقصين وفي لاعبي سيرك. بيت الدين بالنسبة لنا رمز للبنان وتاريخ لبنان. أبدي يدي أسميتها كجنسان.